كل مشهد الله 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 يا مولانا الله 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 لا إله إلا الله يا معشر العشاق ويا معشر العشاق حقا لنا الهنا في مولد خير العالمين محمد الله 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 يا مولانا اليوم نحتفل بذكر مولد خير الأنام صلى الله عليه وسلم وكلنا فرح وبهجة لتجديد العهد بيننا وبين شفيع الأمة الإسلامية ووحدة تهتز له أرجاء العالم في مشارق الأرض ومغاربها فهو النموذج الأسمى الذي يحتذى به في جميع المجالات والميادين السياسية والاجتماعية والدينية فلا يسعنا إلا أن نفتخر بمولد خير الأنام وأن نتمسك بسيرته العطرة من خلال الذكر الصوفي والأشعار الدينية التي تطمئن القلوب وتسير بها نحو الكمال الإنساني وأخيرا وليس أخيرا مرحبا بكم وبنا جميعا في هذا اللقاء آمنين أن نتحفكم أسماعكم بباقة من الأمداع الصوفية كعربون على مدى حب المغاربة وتقديرهم لدينهم ونبيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا تفوتني الفرصة أن نوجه الشكر للسيد والي جهة الرباط سالة القنيطرة على الدعم والمساندة وكذلك مجلس جماعة الرباط وبالمناسبة الشكر كافة لكم كافة من خلال المكتب ومجلس مقاطعة حسان وشكرا جزيلا ومرحبا بكم وفرجة ممتعة. السلام عليكم مرة أخرى مجلس مقاطعة حسان كيضرب لساكنة التراب الجغرافي لمقاطعة حسان موعد بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي هالذكرى الشريفة والمباركة اللي عزيزة علينا كاملين على قلوب المغاربة والمسلمين جميعا كنشكر جزيل الشكر المجلس اللي نظم هذه الاحتفالية هذه كما كنشكر جميع الساكنة على حضورهم معنا وكما كتشوفوا الحمد لله الساكنة جات بكثافة ولأنهم متعطشين مثل هذه الاحتفاليات هذه وكما كيعرف الجميع ذكرى مولد النبوي هي ذكرى خالدة في النفوس وفي القلوب والله يدخلها علينا بالصحة والعافية وتكون فيها الخير على هذا المجلس هذا لأنه فعلا تحت القيادة الرشيدة ديال السيد رئيس الرازي حنا إن شاء الله غادي نخدمه كاملين سواء مستشارين أو نواب يد في يد غادي نخدمه وبطبيعة الحال بمساعدة وبتعاون مجلس المدينة وكذلك تحت الرئاسة ديال جلالة الملك الله ينصره ويخليه لنا ويطول في عمره وبدون ما ننسى أيضا المجهودات اللي كيقوم بها السي الوالي لهذه المدينة هذه اللي كما كيشوف الجميع هي مدينة الأنوار والثقافات بل أكثر من ذلك هي مدينة الخير اللي كيعمل علينا كاملين بفضل هذه المجهودات ديال هاد الأركان كاملة يعني بدءا من مجالس المقاطعات وأيضا مجلس المدينة الولاية جلالة الملك شكرا جزيلا للجميع لأننا فعلا نحن في حاجة ماسة على أننا نحافظوا على بلادنا ونحافظوا على هاد اللحمة اللي بفضلها الحمد لله بلادنا غادية في تقدم وازدهار وشكرا لكم أيضا لأنكم حضرتوا معنا ولأنكم جيتوا باش تغطيوا هاد الحدث المبارك وحسين نورش رئيس جمعية الأصالة لفني الأمداح النبوية وموسيقى الآلة تشرفنا هذه الليلة بحضور في هذا الجو الروحاني العابق بذكر الله والصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفاء واحتفالا بمولد خير البشر وهذا الاحتفال هو عربون محبة وفرح بولادة خير الخلق عربون فرحين وابتهال وابتهاج وسرور بمولد منقذ البشرية صلى الله عليه وسلم وجاءت هذا المشارك لنا بذكر مجموعة من القصائد
التي تعنى بالشمائل المحمدية وصلت على خير البرية بأنغام وطبوع مغربية أصيلة. ومما يكلج الصدر أن الحضور كان في هذا الأمسية كان حضور جميل جدا، حضور ذواق لمحبي الفن الأصيل من سكان العاصمة، من سكان عاصمة الأنوار. والشكر موصول للقائمين على هذا الاحتفال وهو مقاطعة حسن. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.